السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقارات ميامي للتسويق العقاري. النهاردة جايب لكم شقة بموقع متميز جدا خلف اسكندر ابراهيم، برج ومدخل وكاميرات مراقبة وامن وحراسة. شقة جميلة جدا. الشقة مساحة 150 متر. الدور شقة واحدة يعني خصوصية تامة. الشقة 3 غرف. الشقة كلها على الشارع، مفيش حاجة من الداخل غير المطبخ والحمام. ده الأسانسير. طبعا هي أسانسير واحد لأن عمرها شقة واحدة. هي الدور التاني رخصة. ده الريسبشن. ريسبشن كبير يعني ممكن يشيل 3 قطع مرتاحين. طبعا الريسبشن على الشارع، بلكونة، والبرج 15 دور وهي الدور الثاني رخصة. توضيب جبسون بورد. شقة كاملة عدادات، مية، نور، غاز. ما شاء الله يعني على التشطيب. ودي طرقة التوزيع. الشقة كلها على الشارع، مفيش حاجة من الداخل غير المطبخ والحمام بس. طبعا خصوصية تامة. الدور شقة واحدة. دي غرفة. الغرفة دي حوالي مثلا 14 متر. تشيل معاك سريرين ودولاب. برضه بتبص على نفس الشارع. الشارع انا مش محتاجه كلمه صراحه. اللي حابب يستثمر، اللي حابب يعمل يأجر سكن، اي حاجه معاك تمام. بس هي سكن اكتر يعني. ودي الغرفه الثانيه. مفيش حاجه من الداخل. الشقه كلها على الشارع والتشطيب الترا سوبر لوكس. حاجه محترمه. الحمام. حمام معقول يعني، ولا كبير ولا صغير. والمطبخ. الشقة كاملة عدادات، مية، نور، غاز. الشقة في الرخصة، الدور التاني، برج 15 دور. دي غرفة نوم كبيرة. غرفة النوم دي حوالي 18 متر. برضو البلكونة. شقة محترمة بصراحة. موقعها هو كمان موقع متميز جدا خلف اسكندر ابراهيم، قريبة جدا من البحر. بس الغرفة عاملة ازاي؟ غرفة كبيرة بصراحة. تاني نقول في التفاصيل تاني. الشقة الدور التاني رخصة، البرج 15 دور، الأسانسير واحد، الدور شقة واحدة، برج ومدخل شيك. الشقة كلها على الشارع، مفيش حاجة من الداخل. حمام واحد. مساحة 150 متر.
الشقة دي مطلوب فيها 2,250,000 قابل للتفاوض البسيط. What?